مساء الخير، انا فادي والنهارده هتكلم معاكي عن السؤال اللي دايما بيجي في دماغنا بالليل، هلبس ايه بكره وانا رايح الشغل؟ فهنلبس دايما من فوق كتان، سبيشالي لو رايح على الاوف وايت او الابيض، مع البنطلون يكون واسع شويه، ونحاول نلبس حاجه مريحه، يبقى شوز مريح او كوتشي، ده هيبقى افضل للحركه ولليوم الطويل. الميك اب هيبقى ميك اب خفيف، هنحاول نحط حاجه تميل اكتر لون البشره. نلبس اكسسوارز ما يبقاش ضخم قوي، يعني لو عندنا طول الرقبه رقبه طويله شويه هنلبس حلق يكون طويل شويه، مع حاجه صغيره ممكن تتلبس في الايد، اسوره او خاتم عشان نكمل اللوك. في شكل تاني ممكن تجربيه لو انت حابه او بتحبي تستخدمي الجينز، هنلبس جينز يكون كحلي، برده هيكون عندنا اي توب بيج او اوف وايت، مع بلوزه تكون واسعه شويه ما تكونش تايت على الجسم. الالوان ممكن يبقى فيها درجه غامقه زي الكحلي مع الستيل، برده مدخل البيج عشان ده يحافظ على نفس التون بتاع درجاته.